شهد دور الثمانية منافسات قوية حسمت خلالها كرواتيا تأهلها بركلات الترجيح، فيما ودع المنتخب البرازيلي حلم البطولة. كما حجزت الأرجنتين مقعدها في المربع الذهبي على حساب هولندا بركلات الترجيح أيضا. تمكنت كرواتيا من إقصاء البرازيل بضربات الحظ بعد انتهاء الوقت الأصلي والإضافي للمباراة بالتعادل، وذلك على الرغم من استحواذ المنتخب البرازيلي على الكرة بنسبة 54% مقابل 46% لصالح كرواتيا. 4 ركلات ترجيح مقابل 2 منحت كرواتيا بطاقة العبور إلى نصف النهائي، وودعت البرازيل حلم البطولة، فيما خاض منتخبا هولندا والأرجنتين لقاء طويلا للغاية خلال مباراتهما التي أقيمت على استاد لوسيل، ليتأهل المنتخب الأرجنتيني للمربع الذهبي ب4 ركلات مقابل 3 بعد انتهاء الوقت الأصلي والإضافي بالتعادل بهدفين لمثلهما. هذا وحصد إثر هذه المواجهة الحاسمة ليونيل ميسي نجم منتخب الأرجنتين جائزة أفضل لاعب بعد أن تألق وسجل هدفا وصنع آخر في التأهل لنصف النهائي. ونتابع الآن مشاهدين فرحة الجماهير بفوز المغرب على البرتغال، جماهير الحاضرة في العاصمة القطرية الدوحة لمباراة المغرب والبرتغال، والتي فازت فيها المغرب 1-0، مما أهلها للصعود إلى دور النصف نهائي في بطولة كأس العالم لأول مرة في تاريخها. كل التهنئة لمنتخب المغرب ولشعب المغرب ولكل الشعوب العربية. إذن كل التحية والتقدير للمنتخب المغربي والأداء الراقي الذي تميز به في بطولة كأس العالم المقامة حاليا لكرة القدم في العاصمة القطرية الدوحة. المغرب تأهل للنصف النهائي في كأس العالم، وجماهير كرة القدم في العالم العربي تحتفل بفوز المنتخب المغربي الشقيق، وكافة التهنئة والتقدير للشعب المغربي. فرحة عارمة تسود العاصمة القطرية الدوحة بفوز المغرب بهدف مقابل لا شيء في المباراة التي جمعت بينه وبين البرتغال.
لا 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 لا